كونه الناس اللي عندهم ماركر دانتيليجنس يعني الكيو نتاعهم مرتفع اللي يقول لك هما المكثرهم تلقاهم منعزلين وتلقاهم ماهمش سوسيابل برشا وديما يميلوا للوحده وديما يحبوا يقعدوا وحدهم على 15000 خرجوا بالنسبة كبيرة انه العباقرة يحبوا الوحدة يحبوا العزلة هذاك على زيد يحب اللمة يحب اللمة نحب اللمة والرموقات والفاسرة اما خير ولا منعزل وحدي وهذا يحطك في الذفة الاخرى يلعب هو طفل صغير دونك باش التفسير متاحة يقول لك اللي ينعزل واللي ديما يحب يروح وحده يخمم برشا يجتر الافكار معناها يقعد بينه وبين روحه على توجور بونسيف ديما يخمم ديما جنجل مش حتى كان في القرايه وفي الدنيا معناها ديما دوك تشكو فيها منطق شويه فيها معناها انت ارجع مثلا قبل ريتهم اللي مثلا الرعاة اللي يمشي ويقعدوا بالاسابيع والاشهر كي يرجع يولي شويه من الفلسفه هما كانت ترى لانيسونس تاع الفيلوزوفي في وسط عند الاغريق القديمة كانوا مكثرهم برشا فلاسفه كانوا منعزلين فما واحد كان مسكر على روحه في تونو هذاك ديما فما واحد كان سارح زادة متاع غنم وفما ترقى برشا ناس اللي يكونوا معناها في خاصة الطبيعة تعطيك الملكة باش انت تخمم وانت ياسر لحظة حتى مش معناها كلمة فلسفة زي فيلوزوفية حتى سألتها لك في الكويس ثلاثة مرات ما معنى ناحية تليفون ناصر فيلوزوفي فيلوزوفي فلسيف انسان فيلسوف ثلاث مرات سالته سي با بوسيبل ومي تقول له قول له اسمع انت كلمه شمكم فيا خويا انا ما سي با نورمال عندك مشكله نتاع استيعاب معلومات عندي رفيق فويت بالحق اي من الصغر انا ديما تعاود المعلومه عندي فويت انا اسال الناس كيفاش كنت حذر ليكزامان نحذر بالقدره ناس معناها فيلوزوفي سالت تخيل اش معناها حاج فيلوزوفي فيلوزوفي هي علم اللا دنيا يا ودي سالتها 10 مرات سي با بوسيبل بربي اصدقائنا خلينا نقرا فماش واحد جاوب صحيح تو على اليوتيوب سالوها برشا مرات فيلوزوفي بو المستمعين ماهمش يتفاعلوا قاعدين شيء لا قاعدين يضحكوا على زياد يضحكوا على زياد يضحكوا على ناصر تو يضحكوا عليك حازم بنتي اما حتى حد معطانا الاجابه اش معناها سندريلا حب الحكمه حب الحكمه حب المعرفه حب الحكمه الجواب صحيح مبخر زياد المكي نحب نشكر برشا 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 اصدقائنا في مولاندور داير على كادو اللي عطاهم كل كريديتور وين كل الفريق شكرا لكم من القلب والشكر اكبر لكم على خاطر تفاعلوا مع المراه اللي طلبتنا قبيله وعطاوها 500 في عود 200 دينار مبروك ميرسي 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 بوكو مولاندور 500 دينار كاش دوك ربحتها الحاجه اللي لعبت معنا قبيله واللي قالت مراه اذا شاء ربي يشفيها وشاء ربي يحل البيبان في وجهها غدو نجيو باللبسه نتاع مولاندور غدو نجيو باللبسه نتاع مولاندور بعد الفاصل نلعبوا على 150 دينار كاش من اهداء توتو سبور رافماك بوبليسيتي ورا كل بوفرحان افار مش نورمال ورا كل ام زاهيه برومو باهيه بخمسانيه ملي مكاهو تاخو ياغورت ديليس معطر اللي فيه الفيتامينات الكالسيوم والبروتيين ياغورت ديليس تاع العشيه في ديوان كيدز متوحش ايام زمان ايام يلي العين وامان بين الطرب والسلطينة الديسكو فيفر والهيب هوب تعدي سهريات الويكاند معايا انا يلتز عطيتالا كل سبت وحد من 9 لنص الليل ونرجع بكم للجولدن دايز لليزاني بونور الانترفيو كل نهار احد من 11 لنص النهار عودة على اهم الاحداث والاخبار مع ضيف الاسبوع في حوار مع مريم بالقاضي ديوانا فان صوتكم على خاطر احلى ناس ناس الديوان نحكي تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق التسعة و 17 دقيقة نمشي مباشرة للعب والربح نلعب على 150 دينار كاش من اهداء توتو سبور تليفون حاضر نقولوا الو صباح الانوار مرحبا صباح الانوار نتعرفوا عليك صديقي صابر بن اختير من تونس مرحبا عود لي الاسم سامحني صابر بن اختير صابر 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 بن حسين صابر صباح الانوار شنو هي الدنيا يا صابر دقيقه واحده
الدنيا لبس عليها جو أحلى جو. الحمد لله الدنيا لبس عليها وجونا أحلى جو. وش تعمل في الدنيا سابر؟ تاكسيست. تاكسيست متزوج عندك صغيرات؟ متزوج وعندي ثلاثة. ربي فضل. ربي فضلهم لك. شعملنا في علوش العيد؟ ينوب ربي. ينوب ربي في البروجرام ولا ليه؟ إن شاء الله ربي يسار. قاعدين يتيحوا راول أسويم دونك هنهايرين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله العبيد حتى اللي كانت شكة شوية تخلط على العلوش. ربي فضلك صغيرات يا سابر وربي يعطيك ما تتمنى صديقي. من غير سؤال توتو سبور تربحك مباشرة بوندشا قيمته 150 دينار. مبروك عليك يا سابر. مبروك يا سابر يا معلم. صح يا سابر. مبروك عليك بوندشا قيمته 150 دينار. سابر كان عندك على شكون تحب تسلم على شكون تحب تعيد؟ يلا نسلم عليكم الكل ونسلم على عائلته وعلى مرايته وإن شاء الله عيدها مبروك وإن شاء الله الزائرات كله وإن شاء الله تونس كله عيدهم مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. أمين يا رب. وأنا نحيكم علينا وبالله ديديكات صغير سبيسيال لسي البارودي. نسلموا برشا على محمود البارودي وهو وفي للإستماع. كيفاه؟ قول له راك خليت بلاستك. خلى بلاستو. توحشنا برشا محمود. ان شاء الله يرجع لنا سالم غانم في قادم الحلقات يا ربي. سلموا عليه محمود وسلموا عليك انت صديقنا سابر وقولوا لك مبروك بونداشا قيمته 150 دينار من اهداء توتو سبور. انا متاكد محمود يسمع ديديكاس هذه دور المرت ولم يقولها. ريتك قلت لك ان الكل في الكل. ريتك قلت لك شيء سير ديرو يا جبنا محمود. يلا نمشيو للكويز المسابقه في الرف ماك توت سويت. كويز السؤال رقم واحد. عندك بطاقة؟ لا لا يزي أنا كل من عام بطاقة وتولي مشي. أنا عندي رقم. السؤال رقم واحد خليه من بعد ناس ولا خليه غدوة. تحبوا تاريخ تحبوا جغرافيا تحبوا حيواني. أخبار ترفيق. حاضرين لكل الاحتمالات. ما معنى فلسفة الناس حاضر لكل الاحتمالات. عودوا سلوا على بربي أسأل حاجة شنية حاجة الفلسفة بربي ما معنى الفلسفة؟ تحب الحكمة يا ولدي. مخيلنا الحاج ولا اخضر لها يا رفيق اقسم بالله. هي علم لدنا. سؤال رقم واحد في علاقة بالمعلومات. سألنا وحكينا المرة اللي فاتت على الحجاج نتاعنا شا ربي يتقبل منهم شا ربي يحميهم الكل يا ربي ويرجعوا لباس سالمين غانمين والله شا ربي يحفظهم. ما في باليش والله ما اسمع. اما ربي يتقبل برحمته ربي. قد ايه صعيبه هي تفرح ايش معناها هو عمر بيد الله ما تقول مات في بيت ربي. اما للعباد اللي لهنا مش مش سهل مش سهل. قد ايش عمر اصغر حاجه مشيت للحج؟ اكبر حاجه 104 103 اكبر حاجه 103 اكبر حاجه 104 اصغر حاجه قد ايش الوفد التورسي زياده يظهر لي 17 سنه ناصر 5 سنين 5 سنين طفله صغيره مشيت ثبت مشيت حج صافي والمره والساعه ما 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 شنو ان شاء الله عليك الصور 12 حاتم 21 سنه اكثر شوي 24 25 جواب صحيح للسندريلا. صح عليها رفيق والله جواب صحيح لل... ما عنديش تفاصيل ما عنديش نمروها زياد هو خبر وكو قيد تهزوها السعوديه استدعتها ما نعرفش والله سهل. 25 سنة هي أصغر حاجة مشيت للحج ربي يتقبل منها وإن شاء الله ربي ثبتها هي والحجاج متاعنا الكل إن شاء الله ربي يحميهم. السؤال الثاني كلنا خلطنا على مجلة عرفين عرفين ذكرها أبو طرطورة ناصر هي عمري اللي حليتها خلطت عليها هي ما تعرفها أي بالحق والمفتش فايق هذاك اللي ذكره في قوس قزح كان زاد اون باراليل تمشي مع عرفين تي حسسني عمرك 17 اكبر مني 10 سنين مينيموم مش جينيراسيون مينيموم متى صدرت اول نسخه من المجله التونسيه عرفين ناصر في بالي 95 5 90 برنسا 75 76 سندريلا 97 ناس زيد 96 بعيد برشا على 96 حاتم 66 جواب صحيح حاتم بالحاج 66 1966 مين لوحت كيكه ولا تعرف لا 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 خاطر نتفكر انا معناها تمام بالجيب انا قريتها وانا صغير وكنت نصور معناها نبعث لهم في التصور عمرهم هبطوا لي لكاريكاتور وكاو معني عندي فكرة أن اللي أكبر مني عارفين بعض 66 برافو والله برافو والله حاتم ممكن. السؤال الموالي من أخرج فيلم الناصر صلاح الدين؟ الناصر صلاح الدين من أخرجه اللي معروف. مثل فيه بطل وقت شكون؟ أحمد مظهر أحمد مظهر شكون المخرج؟
زيد ما نعرفش دير شوقي 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 تلقب رفيقه من نعرفوش فين ناصر ناصر اديب برنس صلاح الدين الايوبي شنو سمعتوش قالك صلاح الدين الايوبي هو اخر فيلم صلاح الدين هو ناصر صلاح الدين اللي اخرج الفيلم زاد اسمه كيف كيف صلاح الدين الايوبي يوسف شاهين سندريلا يوسف شاهين ذو الفقار ذا يوسف شاهين جواب صحيح يا يا الجواب صحيح حاتم بن حاجة ريت تلبس عمر ميرسي رفيق دوغين طونطون يا السؤال في مخه تو على عمر انت خاطر قبيله معناها وتو باش تاخذها على حاتم سي بور سا قبيله يا في بوان بون ريبونس السؤال الموالي في العربيه ما معنى كلمه القزاز القزز هي خدمه مهنه ما هي مهنه القزاز ناصر رفيق ذلك اللي يقصدروا يقصدروا هذاك باش نقول تقصدين اي والله وقت العيد اللي يقصدروا اللي يقصدروا غلط مش اللي يقصدروا سندريلا يعمل البلا ياخذها من الكزيز وش فما هي دوده القز ولا حاجه الحرير مال حريري حريري جواب صحيح حاتم وسندريلا حتى ما هرب 24 هو حاتم هرب 4 بوان عاد تقرب لهم وكل شيء تقول دودة دودة ما خلط ليش مسليش هو صانع الحرير الأجوبة صحيحة السؤال الموالي احنا تخلينا في ضاوي كيكا هو تقول له دودة دودة الحرير صلي عني بي يا برنس السؤال الموالي يهديك يا برنس هيج اليوم ولا ما هي عاصمة مصر ها؟ القاهرة قبل الفتح الإسلامي ناصر القاهرة زياد القاهرة ليه قالك قبل الفتح الإسلامي قبل الفتح الإسلامي القاه القاه بال أوكي اشترها معنا برنس ما إسكندرية ممكن إسكندرية سندريلا إسكندرية حاتم أسوان عنا زوز إسكندرية وأسوان لوغران برنس يوكي مسجد تلعب راجل هارف ساك أسوان يا دي ريك حكاية مش مركزة قلت برافو لوغران برنس وسندريلا جواب صحيح هي الاسكندريه مشكله مالها في السمع مالها فهم مشكله في الحواس الكل انا عندي مشكله باستثناء النظر معناها والبصر قعدت نظر في كل ما يخدمش برافو برنس برافو السندريلا هي الاسكندريه السؤال الموالي ريتها تفرقيله قال له ده انت مين يا منصور قال له ده انا من الاسكندريه قالوا ده والله عرفتك من النظرة الأولى ما حليك هذي الإسكندرية الحمد لله مش مصر المعلم ما خفوا في البصر خفيف تعرف كان سمعته هند صبري تو باش يخطفوه لك اقعد بليش ما غير حتى كروديكو تخلي في يخرجوا تخليهم يخرجوا في الطاقات بتاعهم العباد حاسدينك السفير المصري تو قدام الديوان ما تجيش مصري جمله حاجه من احلى ما تشوف السؤال الموالي السؤال عرفتك صح عليها الحاجة ما عادش فهمها منهم هذوما والله صح هني الحاج الحمد لله بتبح بيها تصور الحاج تعدي مع 24 ساعة أنا عديت معاه رفيق في النرويج تصور ساعات يمشي وحدهم لوتير وحدهم غادي في الدار يعمل هو من لبسة مثيرة كالورونجية صح عليها السؤال الموالي هاي زيد هاي بابا احترم سنك احترمش احترم قلت شيخ الحاج احترم سنك الحمد ما هو الحيوان الوطني في الصين ما يتكلم حد زيد تنين تنين ناصر تنين عرفت يا زوز دخلين بتاع القسم ينخروا على بعضهم واحد يطحي ونخر صحيح نخر قبل نخر برنس ذيب ذيب شمشيب شمشيب الذيب اي عندهم في الغابات سندريلا انا مشيت لكل مين فيها طاووس الحيوان بتاعهم الصين مش بلاد في الصين 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 الكل يحكي لك يا بنتي حاتم الباندا زوز أجوبة صحيحة باندا سندريلا وحاتم بالحاج الحيوان الرسمي والوطني في الصين هو الباندا يعني هو الموطن الأصلي نتاعو غادي الموطن نتاعو غاديك كيما الكونغورو أستراليا فما موجود كان غادي الباندا بتاع العالم الكل جاي من الصين على ذلك فما لا دبلوماسي دو باندا